السلام عليكم، مساء الخير. الساعة حاليا 3:42 مساء يوم 29 يونيو 2020، يوم الاثنين ده. رجعت تاني لسلسلة جداريات البلد ديك، لأني بحب الجداريات برضو، يعني بحب الشغل بتاع الجرافيتي. خلينا نشوف مع بعض الجداري دي من قريب. في المكان ده الشركة دي بان سان تشان في ملاكا. ده اسم الشارع جلن هانك كاستوري. جلن طبعا شارع، معناه الشارع العربي بيقولها جلن. عندهم حاجات صغيرة كده زقاقات، مرات بيسموها أسامي تانية، في لورونج، لوبا، لولا، على حسب. لولا ده بكون عديل، يعني باث عديل أمر. لورونج ولوبا ده زقاق أو شارع جانبي، على حسب حجمه، على حسب مكانه كيف. أشوف جداري من قريب. طيب، في الاتجاه ده في جامع كان بنك لولو، ده كان في زيارتي الأولى لملاكا. دي زيارتي الثانية طبعا، في زيارتي الأولى من الحتات اللي وثقت ليها. والشارع ده كله كده في جامع وفي معابد، في شارع طوالي. ميداني ها ميدان بالعربي زاد طبعا بالمناسبة، بيقولوا على ليك اللي بيسموه ميدان. ميدان كلمة تانية كده عرفت أقرأ، المهم ترجمتها فود كورت، اللي هي يعني ميدان. ميدان ميدان زي ما هي بالعربي. الكلمات دخلت لل جات من البهارسة مالي اللغة بتاعته. نشوف من قريب الجدارية دي مع بعض. سوري، حصين في تاني برضو قدام في الشارع، في دايرة تاني نشوفه مع بعض. بس انا داير السيدة الكريمة دي تمشي قدام شوية الحجة دي. طيب، الخيل معقود في ناصية الخير، والخير الأصيلة بتجي في اللفة، والخير تجلب الشكر لحماد. الأمثلة اللي فيها ذكر الخيل والحصين زي ما بنقول كثير جدا، ودائما هي بتكون دلالة للقوة، دلالة للخير. مش الخيل معقود في ناصية الخير زي ما ورد في الأثر. يعني دي تاني جداري صغيرة. الجداري دي بتذكرني بجداريات بينانج. في بينانج في حي اسمه جورج تاون، فيه جداريات زي دي، فيها واحدة بتاعت كم كنيسة كده مع بعض. كنيستين، حلة بتاعت كده زي ما سميتها في اللايف بعد ذاك أنا هاري بوتر. كويس. دي غربان البلد دي، ما دام احنا بنتكلم عن جداريات البلد دي، اللي هي الجداريات اللي وثقت ليها في ماليزيا وسميتها جداريات البلد ديك، باعتبار انه عندي جداريات خليت في خرطوم ما كملتها. جداريات اللي علاقه بالاعتصام، اللي علاقه بموكب 30 يونيو، اللي علاقه بموكب 6 ابريل، اللي علاقه بتوثيق شهدائنا اللي هم اكرم مننا جميعا طبعا. فلما لقيت المورالز والجرافيتي هنا في ماليزيا، اللي بسمي جدارية البلد ديك، بحيث انه ارجع السودان حيكون زي البلد ديك. التوكونج ده اسمه توكونج صغير، ده بيخطوه في جنب البيوت عشان يعني تكفيهم الشر يعني. طارق رحيم، سلام يا صاحبي وتسلم على جولاتك. الله يسلمك يا طارق، كيف حالك؟ عامل شو انت يا اخي؟ حصل عليك، طولنا ما تلاقينا. طيب، طبعا وانا ماشي شفت ليكم جدارية، لكن هي الفكرة بس انه انا طولت من 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 من
من اللايفات اللي سميتها جداريات البلد ديك، فلقيت جدارية قدامي وأنا في حركتي بتكون شفته جداريات في كم حتة كده في ملاكا، لكن اسمه شنو ده يعتبره نموذج يعني، لأنه بعد ساعة ساعتين المفروض بعدها أتحرك من الـ من الـ من الـ من الـ المدينة الفاتنة دي، وتكون جولتي الثانية وزيارتي الثانية لملاكا في إطار، مع إنه في إطار ديك بايخة جدا بكرهها أنا، بتذكرني بك كازان في 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 الحتة بتاعت إنه رحلتي رحلة المدن الفاتنة كده، كملنا رحلتين مع بعض في ملاكا. نشوف تاني ربنا كاتب لنا رحلة وين قبل ما نرجع السودان إن شاء الله. سمو العبد المحسن، سمو العبد المحسن قال لي وين الجداريات دي؟ الجداريات دي في ملاكا في ملاكا الواحدة دي في ماليزيا، دي واحدة من شوارعها. طارق رحيم ان شاء الله ترجع بسلام وتلاقى صاحبي اكيد يا طارق، والله لازم يا اخي لازم، الله يسلمك يا حبيب. لايفنا انتهى، كان بخصوص الجدارية دي في السلسلة اللي سميتها جدارية البلد ديك، نتلاقى ان شاء الله في لايف تاني. شكرا لكم لحسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.